هنروح بعد كده لمحترف اخر هو محمود حسن تريزيجيه، لاعب ترابزون سبور التركي اللي عاد للتدريبات مع فريقه بعد تعافيه من الاصابه التي عانى منها مؤخرا. تريزيجيه تعرض لاصابه زي ما حضراتكم عارفين في احد الضلوع اثناء مشاركته في ماتش جلطة سراي في الدوري التركي يوم 19 اغسطس تحديدا بالظبط يعني، لكن الحمد لله ظهر تريزيجيه في مران ترابزون الجماعي يوم الاربعاء امبارح يعني، وذلك دي اول مره منذ الاصابه. واستعد ترابزون سبورت التركي لماتش صعب جدا، هو ماتش بشكتاش في الجوله الخامسه من الدوري التركي بعد انتهاء فتره التوقف الدوليه الحاليه. طبعا لاعب من اللعيبه الرجاله جدا المحترفين اللي مشرفين مصر جدا جدا يعني، واحد الحقيقه يعني لو جيت تصنف المحترفين في مصر لازم تحطه في الاوائل، لو جيت تصنف المحترفين المصريين اللي عفروا في أستون فيلا للأسف ما حفوش الحظ، جاله رباط صليبي لكنه لعيب كبير جدا 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 ويتواجد في أكبر الدوريات في العالم مرتاح يعني، واحد على المستوى الفني وعلى المستوى الأخلاقي وعلى المستوى النفسي متزن جدا جدا جدا. نتمنى له كل التوفيق وحمد لله على سلامتك، إن شاء الله يكون ليك دور في ماتش بشكتاش.